حتى مع حلول الظلام لا تتوقف الحركة هنا في شوارع وأسواق مدينة مأرب، ولا يتوقف ضجيج الحياة في الجمهورية المصغرة لأخرى ضائعة. في هذه المحافظة يعيش 1,000,000 يمني، أقل من النصف فقط سكان أصليون، وما تبقى منهم نازحون لجأوا إليها خلال السنوات الأخيرة كمكان آمن من حرب حولت مدنهم وقراهم لساحة حرب مفتوحة. هذه المدينة صارت ملاذا آمنا لمواطن يبحث عن الأمان والاستقرار، يريد عيش حياة طبيعية بعيدة بآلاف الكيلومترات عن الموت والحرب. الحركة الاقتصادية شهدت نشاطا غير مسبوق، وازدادت أعداد المحال التجارية وحتى البساطات الشعبية لأناس يريدون كسب عيشهم في هذه المحافظة البديلة، رغم الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع والمعارك الدائرة في محيطها. يسعى النازحون هنا والمواطنون أيضا لتطبيع حياتهم والتكيف مع الحياة الجديدة في ظل الحرب، في انتظار نهاية قريبة لها.